أعزائي الأخوة والأخوات، اليوم هو السبت 21 من شباط 2021. حبيت ألتقط لكم هاي الصور الجميلة لمنطقة شمال فلسطين وجنوب لبنان، من منطقة شمال الأردن. اللي قام بيشاهدوه بالصورة هي مرتفعات شمال الضفة الغربية وما يعرف داخل الخط الأخضر، ما يعرف بمنطقة محافظة جنين ومنطقة أحراش يعبد. هنا هذا اللي تشاهدوه الآن بالصورة هو سهل مرج بن عابر، يبدأ في مدينة بيسان ثم ينتهي بالوسط بالعفولة ثم ينتهي بالسهل الساحلي الفلسطيني. هذا الجبل اللي تشوفوه هو جبل الدحي، هو يقع في الجليل الأسفل، وهاي اللي بيشوفوها هاي مستعمرات صهيونية أنشئت قبل 1948. الآن هذا اللي بيشوفوه كله منطقة الجليل الأوسط، وهنا الآن بتلاحظوا هي مدينة الناصرة، مدينة البشارة، وجبل الدحي، جبل الطابور عفوا، أو جبل التجلي. ثم ننتقل بكم، طبعا هنا يسير نهر الأردن، هنا طبعا منطقة الجبل الجرمق في منتصف ارتفاعه 1205 متر عن سطح البحر، وهذه تبدأ في وسط الصورة مدينة صفد العربية، ويظهر هنا إصبع الجليل في آخر فلسطين التاريخية، ويظهر في آخر الصورة منطقة العباد وفي جنوب لبنان ومنطقة قلعة أرنون، قلعة إشقيف، ويظهر كمان شوي من جزء من تومات نيحة اللي هي واقعة في جبال الشوف. أما المناظر هاي اللي بتشوفوها الآن، الآن تظهر في وسط الصورة هذه بحيرة طبرية، البحيرة، وهنا وهاي مدينة صفد طبعا في الأعلى، وصمخ في الأسفل، وهنا نهر الأردن ما بين يقسم ما بين الضفة الشرقية لنهر الأردن وفلسطين التاريخية. هذا هو المجرى الطبيعي لنهر الأردن. أرجو أنه أكون قد أعطيتكم درس بسيط في موضوع الجغرافيا السياسية لما نشاهده بالعين المجردة في هذا اليوم، وشكرا.